في المرحلة المقبلة يعني هل تخشى استشراء يعني مزيدا من العنف في العراق؟ لا أتحدث هنا عن المقاومة أو شيء، يعني العنف الداخلي هل تخشاه؟ يعني إذا عنف طائفي أحتمل، لأنه الأمريكان موجودين ودائما يدقون على هالوتر الحساس، شيعة وسنة، أكراد وعرب وما أدري كذا، ودائما هاي أنا نقلتها مع بالفضائيات أو غير مكان، يعني حتى المفخخات سببها منه الأمريكان. هذا واحد، أنا ما أدري حاجيه بالإعلام ما حاجيه بالإعلام، قالوا له بسيطرة أمريكية، انزل 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 انزل، نزله من السيارة. طبعا بالصورة اللي تدري بها شلون أمريكا تتعامله، لا تخلي على الصندوق وتسيد إيده، وهو عائلتها نزله ورا ربع ساعة، قالوا له أصعد أخذ سيارته. شكو أحد الأطفال احتاج شيء بالسيارة، قال له روح افتح الجنطة وطلعها منها، يقول بابا لقيت فتشي بالسيارة تعال شوفه، وإذا به شنو فتشي مفخخ ومفجر ينفجر. أشوف كان وين راح، وين كان فجرة السيارة، وشوف إذا من وراء المفخخات، من وراء الطائفية، من وراء المصايب بالعراق؟ المحتل حبيب، يطلع كل شيء هون.